السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. هذه اللوبيا خضراء في الفور بالبطاطا والدجاج. فوالا نجيبو باسينه نديرو فيها لي مورسو تاع الدجاج وديروهم على حساب عدد افراد العائله. ونجيبو الموطارد نديرو جوج مغارف الموطارد تطلق بنا شابة في الدجاج، أنا تعجبني في الدجاج. وبعدها التوم يابس، يبغي كمية كبيرة تاع التوم. مي ما كانش عندي بزاف، ما درتش بزاف. ودروك ندير لي زيبيس، ندير الكركما، كركم، ندير كوري، ونزيد شويه حرور، وسكنجبير. الدجاج يبغي سكنجبير، وفلفل احمر اختياري، انا يعجبني. زدت هذا يقولوا له المساخن، خلطه من الاعشاب تاع المغرب، شابه بزاف، تحمي الكرش وتقلع البرد. وهنايا درت الزعيطره ولا زعتر، ما عرفت كي تقولوا لها نتوما. شفتوا دروك ليماج تاعها كي دايره، نطحنها، تجي بنينه ثاني في الدجاج. نحكها بيديا ونزيدها فوق الدجاج. وبعدها ندير الدهان يكون طري، طومبيراتور امبيونت، يكون درجه حراره المطبخ، باش ما يغبنكمش كي تبداو تدخلوا هاد لي زيبيس وكاع في الدجاج. واخيرا غادي ندير الملح. يعني راكو تشوفوا فيها كثرت الملح، بصح هذا الملح ندير لي ندير توجور سامبك. انا نقعدو نحكو مليح هذاك الدجاج، نذوبو هذاك الدهان هكا في يدينا، ونبداو نحكو في الدجاج مليح، ندخلو له هاد العقده لداخل في الدجاج، تحت لابو تاعها الجلدة. واللي تبغي تقلعها تقلعها، هي من المفروض الوحدة تقلعها خير، بصح مين بغيت ندخلها في الفور بغيت هذاك الاحمرار اللي يجي من في الدجاج من الفوق. كما كنت تشوفوا هنا ندخل في لي زيبيس والدهان داخل تحت لابو. كملت ودروك غادي نجيب ان بلا اللي غادي ندخلها للفور. نطحن فيه البصل ولا ترابيو البصل. انا درت زوج كبار، يعني البصل يطلق بنا شابه في الماكله حلو، ويطلق ما من الماء تاعه. دروك تشوفوا في هذا البلا انا ما درت غير شويه تاع الماء، ومشي مالقا كيما هذوك تاع كوكوطا وكاع، صافي غير شويه ماشي بزاف. الوغ فو ميو هاد لي زيبيس وكاع في الدجاج، وغادي نديرهم حتى في البطاطا. دوك تشوفوا فو ميو ديروهم لافونس، نهار لافونس ولا توجدوهم الصباح وفي الليل طيبوهم، باش هذيك التتبيله تدخل مليح في الماكله وتطلق بنا. طبعا تطلق بنا شابه. فوالا بعد ما درت هذاك البصل من تحت، زدت فوق هذاك الدجاج المرقط في البلا كما كنتو تشوفوا، وهذوك لي زيبيس اللي راهم باقيين ندخلهم تما في هذاك الفيد. حتى حاجه ما تنقاس معانا. الوغ دروك ندير شويه تاع الماء في هذيك الباسينه، ونشللها ونزيده
راكم تشوفوا هذه هي المرقه تاعها، لو غاده هذه هي لاصوص، وبعدها نغطوا بالفيلم اليمونتير وندخلوا في الفريجيدير باش هذاك الدجاج يشرب هذيك التتبيله. كيما قلت لكم ديروه لافونس. فوالا دروك غادي نديروا البطاطا. هنا البطاطا طيبتها في الماء، ندير معها الموطارد، سينو تنباع في قواطه تاع كونسيرف. ايوا تنباع واجده طايبه. هنايا ندير شويه تاع كوري، شويه فلفل الاحمر، لي زيبيس كيما اللي درتهم في الدجاج نعاودهم هنايا في نعاودهم في البطاطا. درت سكنجبير لا موطارد جو بونس والحرور كوري والثوم بيان سور. واخيرا المساخن كما قلت لكم، خلطه من الاعشاب مطحونه جبتها معايا من البلاد، وشويه زيت، واللي عندها دهان دير دهان، انا ما بقاليش، هي درت شويه زيت باش ندخل هذيك التتبيله في البطاطا ونخلطو بمغرف ولا بالدينا ولا ما عنديش حاجه كبيره، وبالخف وغير شويه تاع بطاطا خلطناها بالمغرف. كي تكون كميه كبيره لابد تستعملوا يديكم. هذه هي وصفه جد سهله، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. سيوها مليحه، ما فيهاش زيوتات بزاف، ما وتبدلوا حاجه في الفوق. ثاني نغطيها بالفيلم اليمونتير وندخلها مع الدجاج في الفريجيدير تشرب هذيك التتبيله. الوغ ثاني فوميو توجدوها لافونس، سواء في الليل، سواء صباح وفي الليل طيبوها، سواء توجدوها في الليل وغدوا عليه طيبوها. هي بعد ما طابت طاب الدجاج وهذاك البصل، غادي ندير هذيك اللوبيا خضراء. انا درت لوبيا خضراء واجده تاع لي بواط دو كونسيرف، تجي طايبه، غسلتها وراني نحطها باش نخلطها مع هذاك الدجاج وكاع مع هذاك البصل وهذيك التتبيله اللي طلقت في الدجاج. وثاني سينون تشروها واجده وتطيبوها في الماء. هي صايي هذه هي، ما درت فيها لا ملح لا والو، لخاطرش الدجاج وفي هذيك التتبيله تاع الملح ولا موطار طلقت لي في البصل. هذه هي درت اللوبيا قعدتها مع هذاك البصل خلطته. يعني صراحه بلا بزاف بنين. ان شاء الله يعجبكم، ما تنسوش تخلوا لي كومونتير الى سيتو هذا البلا وتقولوا لي كيفاش جاكم لوكو. وهنايا بعد ما طابت لي هذيك البطاطا اللي كنت درت لها لي زيبيس ثاني وخليتها في الفريجيدير باش تشرب هذيك الخلطه، ثاني نزيدها فوق هذيك اللوبيا اللي خلطتها بالبصل وكاع. كيما راكم تشوفوا كاع البطاطا راني نديرها في البلان. حتى هذاك الزيت تاع البطاطا اللي درته راني نديرها فوق الدجاج باش تطلب ثاني هذيك البنه. فوالا ان شاء الله تعجبكم لاغوسيت تاع اليوم. ما تنساوش ديروا ابوني وهذيك لا كلوش باش يجيكم جديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه.